سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الاجواء الكبيره جدا، يسعدني ان اكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراه الكبيره المثيره المنتظره. اجواءها غير عاديه على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء ايضا صافيه، طقس رائع جدا. بقي على اللاعبين ان يظهروا امكانياتهم الكبيره في مباراه اليوم وان يجعلونا نستمتع بكره قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. وركلة البداية، هازارد، لعبة جميلة تسديدة أجمل، يصل حارس للكرة، محاولة رائعة تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. يلعب رمية التماس، فالفيردي، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كرة طولية إلى الأمام، دافيد سيلفا، يانوزاي، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. دافيد سيلفا، دافيد سيلفا، كرة من جهة اليمين يرسلها داخل ال 18، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قوية من إيساك، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. ناتشو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، بورتو، دافيد سيلفا، تلعب الكرة إلى الأمام، كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. عدت الكرة، يانوزاي يسيطر على الكرة، يانوزاي، كازيميرو يبعد الكرة، بورتو، يحاول تمريرها من بين المدافعين، بالكاد نجح في إبعاد الكرة. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة.
لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يمر ويلعب كرة بينية، لمسة داخل منطقة الجزاء. بورتو دافيد سيلفا، إيزاك يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. كرة ملعوبة إلى كريم بنزيما، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يانو زايب يلعب كرة بينية، ينجح في تمريرها إلى إيزاك. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. هازارد، كريم بنزيما يتعثر ويفقد توازنه، يحاول أن يلعب كرة بينية قوية من إيزاك. يا إلهي، جول! ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. سان سيباستيان يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. هازارد، بورتو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة قوية من إيزاك. هذا التصدي رائع، هذا الحارس رائع، ردة الفعل تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الكرة ملعوبة من مسافة والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يانو زاي، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. فالفيردي، تمريرة بينية عرضية داخل منطقة الجزاء. إيزاك يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يانو زاي يلعبها طولية، فاتت ومرت وصلت إليه، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف. بدل الضائع صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن الدفاع قدم أداء كبيرا هذا اليوم على الرغم من خطورة الهجوم للفريق المنافس. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. إلى لقاء آخر سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات القادمة. مع خالص التحية والتقدير مني محدثكم فادي العتيبي.